احنا بنوجه الرساله لسامي قمصان، انت ان شاء الله قد المسؤوليه، وثقه الاداره فيك وثقه الجمهور فيك وانت قدها ان شاء الله، ورجاله الاهلي قدها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاه باذن الله، وهو ان شاء الله قدها، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ونفوز بالمباراه ان شاء الله. باذن الله ربنا يوفقه، وان شاء الله زي ما الاهلي بمن حضر في لعيبه، الاهلي برضه بمن حضر كمدير فني. اي مدير فني بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ويقف على الدكه، ان شاء الله كده ربنا موفقينه، باذن الله ربنا يوفقه. احنا بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الماتش، وبنتمنى له الدعم كله، وان شاء الله الماتش الجاي باذن الله لو ربنا كرمه ان شاء الله باذن الله يعني يستمر لحد اخر الموسم، يعني فرصه ان هو يستمر لحد اخر الموسم ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله، وان شاء الله لا يكسب باذن الله. بندعمه الفتره اللي جايه، ويا ريت يعني ما يكمل الفتره اللي جايه، وان شاء الله الماتش الاهلي والزمالك هنكسب 3-0 ان شاء الله، وهنكمل الموسم للاخر وهناخد الدوري باذن الله. ظهر شكل الفريق كان جميل جدا جدا جدا، اداء مميز جدا، روح ما كانتش موجوده بقالها فتره كنا مفتقدينها في الاهلي، لا موجوده. ان شاء الله كل ولاد الاهلي ناس كبار وفيهم الطموح اللي احنا عايزينه، ودايما الاهلي بيدينا الكفاءه اللي احنا عايزينها، ودايما البطولات اللي احنا عايزينها، وان شاء الله اللي جاي افضل بكتير ان شاء الله رب العالمين. بصراحه الكابتن سامي قمصان عمل الماتشين الاثنين بصراحه هايلين، تحس ان اللعيبه فائق بجد، والله العظيم فايق بجد. يعني عندك واحد زي حسام حسن بدا يجي، واحد زي محمد محمود يعني بدا يدي اللعيبه حاجه بصراحه، بدات تظهر. الماتشين الاخرانيين اللي قبل موسمين لما كان موجود كانوا بصراحه ما كانوش حلوين. شد حيلك وانت معاك فريق كويس، والنادي الاهلي نادي كبير، ويا جماعه احنا يعني احنا احسن فريق في الكون، فان شاء الله هو قدها وقدود، والرجاله في الملعب ان شاء الله 11 لعيب في الملعب يوم الاحد، وان شاء الله البطوله الدوري باذن الله بتاعنا. احنا كلنا عندنا ثقه فيه ان شاء الله باذن الله هكون قمه حمراء، وباذن الله الاهلي هيكسب 3-1 باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقك وانت قدها وقدود، والاهلي بمن حضر، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي فايز ان شاء الله، والكابتن سامي هيدي اداء كويس ان شاء الله مع النادي الاهلي. ثقتنا فيك وثقتنا في اللعيبه ان شاء الله باذن الله بعد عوده الدوليين، ان احنا باذن الله ان شاء الله نكسب الماتش، واتمنى من الله ان انت لو عملت اداء كويس باذن الله ان شاء الله في ماتش الزمالك ان انت تكمل باذن الله ان شاء الله في المسيره، لان انت اكتر واحد عارف اللعيبه واكتر واحد عارف تدريباتهم واكتر واحد عارف كل حاجه. في البدايه بالتوفيق كابتن سامي، فرصه كويسه للكابتن سامي، يمكن اعتقد ان هو استوى انف ان هو يقدر يشيل المسؤوليه. كابتن سامي من الناس القليله في الكلام، بس في الفعل اثبت بالماتش اللي فات انه قادر باذن الله يليد المجموعه، والمجموعه اصلا عندها حافز انها تنجح سامي قمصان. اتوقع ان كابتن سامي قمصان هيكون ناجح جدا جدا مع النادي الاهلي، واتوقع ان هيطول كتير جدا مع النادي الاهلي، وهياخد سنين كتير جدا، هيبقى زي كابتن حسام البدري، لان هو يمتلك شخصيه كبيره، عنده عقليه كبيره جدا. كابتن سامي من وجهه نظري المؤتمر والشخصيه والكاريزما وعلاقته باللعيبه اثبت ان هو مدرب كبير جدا من وجهه نظري يعني.